معاكم الدكتور جمال البابلي، طبيب في مستشفى باجل المحوري قسم الـ TFC. اليوم نوريكم نبذة عن دوامي اليومي. تعالوا. قسم الـ TFC. وصلنا المكتب وأول حاجة نسويها نعقم، لأنه أطفال سوء التغذية يكون عندهم المناعة ناقصة عن الطفل الطبيعي. والآن نستقبل الحالات. عادة لو ما يحولوا لنا طفل وشاكين انه سوء تغذية، أولا نستقبله، ناخذ الاسم والعمر والشكوى الرئيسية، بعدين ناخذ القياس حقه. ايش اسمه؟ اسمه ماري. ماريا، ما لها ماريا؟ ما اسهال وحمى، لها انتفاخ. خلاص كده نفحصها. بعد ما شفنا قياسات ماريا، الآن المواد حقها طلع 8.2 والزد سكور أقل من سالب 3 مع المضاعفات الذي هي حمى وإسهال وهزال شديد، وبهذا الشيء تطابقت مع معايير القبول لدخول قسم الـ TFC. هذا الطفل عمره 6 أشهر، دخل عندنا وعنده كحة والتهاب رئوي حاد وحمى شديدة، وزنه تحسن من 3.2 إلى 4 كيلو تقريبا، وإن شاء الله يومين ويخرج. الآن ندخل مكان تجهيز الحليب ونشوف الممرضات كيف بيصلح لنا وكيف بيجهز لنا. الآن احنا بنبدأ في 75. بنحضر 200 مل. الـ F75 لمن تجيبه؟ هذا الاستقرار. بالحالة الاستقرارية يعني الطفل مع اسهال ما اقدرش، اول اي طفل يدخل عندنا معاه نستخدمها F75. الطفل فاطمة محمد علي عمرها 17 شهر من دير المساندة، دخلت عندنا وهي بتعاني من اسهال شديد وطرش بالاضافة الى حمى شديدة، وتبين انها تعاني من جفاف من الدرجة الثالثة، تم عمل اللازم لها واعطيناها الرزومال بحسب بروتوكول TFC وتم تنويمها 10 أيام ووصلنا إلى الوزن المستهدف، والآن هي اليوم خروج الحمد لله. الآن انتهينا من الدوام، استقبلنا حالات وما قدرنا نستقبل حالات بسبب عدم القدرة الاستيعابية. نشكر منظمة الصحة العالمية والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ على دعمهم وإنقاذ حياة الأطفال.